السلام عليكم طلاب الصف الرابع، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة اللغة العربية لهذا اليوم سنقوم بقراءة درسنا فيما يختصمون صفحة 34. نفتح الكتاب ونستمع لقراءتي حتى تكون قراءتكم مثل قراءة المعلم. هيا يا أبطال ننتبه، إذا كان عندي وقف بوقف بعد الفاصلة لا ألفظ الحركة، بدي أنتبه للأحرف والحركات جيدا، ولا التنوين طبعا، واللام الشمسية عند قراءتها أنتبه أن هي تكتب ولا تلفظ، هاي الأخطاء اللي أغلبكم تخطأوا فيها. لنستمع جيدا إلى النص. فيما يختصمون، طبعا إذا لاحظتوا هنا علامة استفهام فهي فيما يختصمون، بدنا أستفهم. حين تولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لا بد لي من أعوان، قال عمر أنا أكفيك القضاء، وقال أبو عبيدة أنا أكفيك بيت المال. إذا لاحظتم ما حكت أنا أكفيك بيت المال، وقفت فما بلفظ الحركة. عمل عمر رضي الله عنه قاضيا في المدينة سنة كاملة لم يختصم إليه أحد فيها، حتى جاء يوما إلى أبي بكر طالبا إعفاءه من القضاء، فسأله أبو بكر رضي الله عنه مستغربا: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ أجابه عمر رضي الله عنه: لا، ولكن لا حاجة بي عند قوم عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزه وواسوه، دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون. بهيك انتهت قراءتنا لهذا الدرس، هي قصة جميلة. بدنا ننتبه إن عند السؤال نستفهم، عند الوقف ما ألفظ الحركة. طبعا هون القصة تحدثت في خلافة المسلمين حين تولى أبو بكر الخلافة، يعني في خلافة أبو بكر الصديق، قال لا سيدنا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح أعوان اللي هو بده مساعدين له، فقال عمر إنه أنا أكفيك حل القضاء. شو القضاء؟ إنه يحل النزاعات بين الناس. إذا بتعرفوا أو بتتذكروا إنه عمر بن الخطاب لقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. أبو عبيدة أكفيك بيت المال، يعني يكون مسؤول عن الأموال، وهي تفقد المرضى والمحتاجين، هاي الأشياء. فعمل عمر طبعا قاضيا سنة كاملة فلم يختصم إليه أحد، يعني ما صار ولا حد اشتكى له ولا حد تنازع بينهم. جاء يوما إلى أبي بكر طالبا إعفاءه، أنه إزالته من هذه القضية، أنه يا سيدنا أبو بكر يعني أنا عملت سنة كاملة ما حد يعني كان أنه موقعه أنه خلص ما حد احتاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ يعني أنت تعرضت لصعوبة، ما مشقة يعني صعوبة؟ أجاب عمر لا، لكن لا حاجة بي عند قوم عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، كل واحد خلص عارف شو حقوقه. طبعا هون احنا بحثنا على التعاون بين الناس، نعرف كل حق لحقوقنا كأطفال، أباء، أمهات، إخوان، أخوات، أقارب. طبعا أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا هو الدين النصيح اللي بحثنا. إذا غاب أحدهم ماله تفقدوه، سألوا عنه، وإذا مرض عادوه أي زاروه، وإذا افتقر احتاج لمساعدة ماله ساعدوه، إذا أصيب عزوه، إذا أصيب مثلا بسوء عزوه وواسوه، كان خلقهم ماله. هذا أهم شيء إحنا نتحلى فيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون. إذا كانت حياتهم بهذا الشكل
يعني ليش رح يتخاصموا ويتنازعوا؟ فإحنا هون بحثنا إنه إحنا نتعاون، إنه حب لأخينا كمان وحب لنفسنا. وأهم خلق الدين النصيحة ماله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحنا نأمر نفسنا قبل ما نأمر شخص ثاني، وننهي حالنا عن أي منكر قبل ما ننهي شخص ثاني. بهيك إحنا خلصت حصتنا لهذا اليوم، تدربوا على القراءة جيدا، سنستمع إلى قراءتكم في حصة الزوم إن شاء الله. أي سؤال أي استفسار ابعثوا لي على المنصة. يعطيكم العافية، إلى اللقاء.